انا ديجا تعرضت للتحرش ومشيت ديكلاريت، ولكن ما داروا معايا حتى شي حاجه، يعني داكشي كيبقى شكليات. هذيك الهضره كدوزي من حداك يقول لك فين هادي ما. ولكن التحرش من انه غيجي يشدك صحه لا وقفي دوي معايا صحه وهادي، هذاك راه كيتسمى هذاك ماشي تحرش، هذاك اعتداء راه ولا صافي، راه ما كرهش يهزك ويخطفك ويطيبك. ما عرف المهم تحرش بحال دابا كلشي شهاب ولا غير شي حاجه، المهم بحال هكا كتقالوا عارفين نتوما داك الهضره اللي كتقال بحال هذيك انا ما نتقبلها الزام. صافي شفتي الحاجه عجبتك تقدر تخليها بينك وبين راسك. شاك جوغ كل نهار فيما كتخرج كتعرض للتحرش. انا ما بغيتش نسمعو ما كنعرفوش وما بغيتوش يهضر معايا، علاش غيجي يقول لي فين الزوينه ولا فين؟ بيان سور نديكلاري بيه، سورتو لا ديرونجاني نديكلاري بيه، حيت اش كاينين شي نوع اللي واخا كتهضر معاه ما كيتقبلش هذيك الهضره وما كيفهمش هذيك الهضره، يعني خاص ضروري واحد لوتوريتي هي اللي تحكم في هذاك الشيء. ما يضر ما عمرني تضرب زعما في شي بلاصه، ولكن هذا الا ما هضرتش كيقدر واحد يقيسني في دراعي يجرني لعندي ويقول لي دوي مالك زعما علاش بحال حقرتيني. صافي تما فين كاين الصداع كنبدا نغوت كتجمع الناس كنكونوا من والو تصدقنا في الشوهه شي اللي كاين. انا عمرني ما تعرضت للتحرش زعما وديكلاريت بشي واحد. اي واحد تحرش بشي دريه خاص يطبق عليه القانون، ولكن راه خاصو يطبق عليه القانون، خاصو يتعاقب اي حاجه يدخل الحبس ولا بشي غرامه ماليه ولا المهم يتعاقب وصافي. عمرني وصلت للدرجه نمشي نديكلاري بشي واحد، ويلا وقعت لي غنمشي نديكلاري، حنت علاش؟ حنت هذا الشخص خاصو يتادب، خاصو يطبق عاد باش يكون زوين. نورمالمون خاصو يطبق حيت كثر بزاف، ولكن راه ما غاديش يطبق 100% ما غاديش يطبق، هذه حاجه باينه. الا كنتي بحال دابا في المدينه هنايا قليل اللي كيتحرش بك، حيت لي جون فهمتي خدامين اكتيف يعني ما حاضينش البنات. باغابوغ الا مشيتي بحال دابا ل شي بلاصه زعما شعبيه كتلقى الدراري فهمتي داك اللي كيقول لهم شرملين اونت بارونتيز داك الشيء زعما كيبقاو ما عندهم ما يدار كيبقاو جالسين حاضرين غير اللي دايزه واللي جايه. شي كيقولوا فين الزوينه فين هادي فين ما نشوفوكش هذيك الهضره كامله. دابا ملي كاين هذا القانون الا تعرض التحرش غنمشي نديكلاري بيه صافي من الاخر. كان يقدر يهضر معاك يقدر يقول لك شي كلمه ما هيش، يقدر يقيسك في يدك ولا يشدك يبغي يهضر معاك، كاين بزاف الانواع. القانون الجديد ماشي انا كنظلم البنت ولا الولد، انا كنعطي الرساله الموجهه للاباء والامهات يعتنوا باطفال ديالهم ويربيهم احسن تربيه. هذاك الزين صافي عليك واش كتعاودي او هادي صافي بحال هكا زعما كتقبلي حتى واخا ما تكونيش باغا تهضري وفي هذيك الهضره فهمتي كضحكي لي في وجهه كتزيدي بحالاتك، يعني ما كتخليكش تعصبي بالعكس تقدر بحال هكا تريحي كتقولي كطلع لك شويه المعنويات شي اللي كان. بيان سور ندافع على راسي نضربو ونصرفقو ندير لي كان. بيان سور ندافع على راسي، ما شنو غتخليه يدير فيك ما بغا؟ بيان سور ندافع على راسي.